نعزز كلمة وبالوالدين إحسانا. طب أنا لازم أحسن لابني عشان ابني يحسن لي، صح. طيب كنت لسه بسمع جملة كده، ان هو زي ما في عقوق الابناء في عقوق الاباء، يعني ان هم برضو احساس الولد ان هو حاسس ان ابوه وامه دول ما كانوش متواصلين معاه، ده نوع هو حاسس ان ده عقوقه بالنسبة له. طب ما من زرع حصد. انت زرعت في ابنك ايه؟ انا بابا يا حبيبي كان يبص بصة واحدة بس، كلنا اتربينا بكده. البصة دي معناها انا زعلان. لما الطفل يحس ان حبيبه ابوه او امه زعلان منه بيزعل، ان انا زعلته. صح، هي بص. صح، واحنا بنخاف من البص، بنخاف من البص، مش خوف ان هو هيضربنا او لا، خوف ان هو احنا زعلناه. ده معنى ايه؟ ان الاب ده احتوى، الام دي احتوت، حضنت، طبطبت، بس كانت حازمه في نفس الوقت. ولو فعلا احيانا بيبقى فيه تصرفات احنا بتحصل قدامنا انا مش متوقع ان التصرف ده يطلع من ابني. هنا بقى ايه التمرين؟ انا بكلم الاب والام يتمرنوا. طب انت عملت ده، اهدى، سيب المكان وروح اوضتك، الحوار ده مش هيكمل بالطريقه دي ومش هسمح بيه، بنود العقد اخليت بيها. وانت عارف الشرط الجزائي، الشرط الجزائي لازم يبقى حاجه هو بيحبها مش هياخدها. احنا عايزين نمضيهم على وصولات امان. انا ممكن ادخلهم السجن عادي، مفيش مشكله، ادخلهم السجن عادي مفيش مشكله. خليني اقول لحضرتك على حاجه، احنا برضو كامهات يعني بنتعرض في اليوم كله لضغوط، يعني معظم الامهات بتشتغل دلوقتي، ضغوط في البيت، ضغوط انها بتودي المدرسه وتجيب وتذاكر وتودي التمارين. بالظبط، فهي مضغوطه دايما. ازاي تقدر لو الابن او البنت عملوا تصرف خاطئ جدا ان انا اقدر اسيطر على مشاعري؟ ما هي برضو بني ادمه، ساعات بنقول انها زي ما بنقول كده خلاص خرجت عن السيطره، هي شخصيا خرجت عن السيطره انها تسيطر على نفسها في انها تتصرف بشكل عقلاني زي ما حضرتك بتقولي كده. تعمل ايه؟ تتصرف ازاي في الوقت ده؟ طيب انا دايما بقول لكل الامهات المناضلات المكافحات، حطي شنطه مشاكلك وانت داخله البيت بره البيت. صح، يعني افصلي. متنكد عليكي في الشارع، ناس كسرت عليكي في الشارع، خلاص خلصت. عندك مشاكل في الشغل، لما ارجع الشغل هبفكر فيها، او لما الولاد تنام انا هقعد افكر انا هعمل ايه في مشكلتي. دخلت البيت، البيت ليه بقى طقوسه. طيب فرضنا انا مش من النوع اللي بيعرف يفصل، خلاص، طيب انا هتعامل ازاي؟ حصل موقف استفزني، دايما كنت بقول لولادي ايه، خلي الريموت كنترول بتاعك معاك. استفزني، يعني هي استفزتني، هو استفزني، هو داس على حاجة عندي. فاعمل ايه؟ زي ما قلت انا عليت صوتي، احتديت، احتديت ماشي، يبقى في صوت فيرم. يعني زي ما بتكلم في العسكرية، واحد اتنين تلاتة اربعة وهيتم تنفيذه، وهيتم تنفيذه، وتعالى ناقشني لو في حاجة مش عاجباك. كويس؟ عليت صوتي، انفعلت، ما عرفتش اسيطر على نفسي، اسيب المكان وامشي. وهقول له النقاش هكمله بعدين، مش هكلم من دلوقتي. عليت صوتي وقلت اللي انا عايزاه، بزعق 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 بزعق، هو طبعا مش هيفهم حاجه من اللي انا بزعق، الست عماله تزعق. كلنا على فكره. انا بقول واقع. ما بقول لحضرتك احنا بكلمك في واقع، كلنا بنعيش. انا بزعق بزعق في ابني، فلقيت ابني بيقول لي انا مش فاهم حاجه. كمان ممكن يتعود على الزعيق، ويتعود على الصوت العالي، ويتعود على الضرب، وبالنسبه له بعد كده ما يبقاش مؤثر. طيب معلش عشان دينا بس كانت بتسال حضرتك دلوقتي وبتقول لك ان في ناس كتيره اتضربت زمان وهي صغيره ومع ذلك دلوقتي زي الفل، فحضرتك قلتي ايه؟ مين قالك ان هم زي الفل؟ ايه سمات الشخصيه اللي نعرفها دلوقتي مثلا في بيئه العمل، في الشارع، بنتعامل مع ناس في اي مكان ايا كان، نعرف الناس دي اتضربت وهي صغيره؟